الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ظلال هذه الأيام المباركة، نسأل الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب السوداني بالخير والصحة والعافية. ونحن في عهد جديد نتطلع للمزيد من النجاحات وللمزيد من التقدم والازدهار. نطل عليكم عبر هذه المساحة، عبر برنامج الحالة دي، و برفقة الزميل محمد الطيب اليمين الذي سيحدثنا عن حالة هذه الحلقة. مرحبا محمد، مرحبا بالمشاهد الكريم، كل عام وأنتم بخير. ربنا يحقق أمان الجميع الخاص والعام، وإن شاء الله السودان دائما في ازدهار وتطور وحكم مدني رشيد وموفق، حتى يرتاح كل الشهداء اللي قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل تحقيق المدنية. سعداء جدا. ويمكن محمد رح في الأول بنقول هي محاولة، الحالة دي هي محاولة للونسة أمام الكاميرا، ونحن ذاتنا ضيوف على قناة الشروق. الشروق بنحييها ونحيي كل العاملين فيها. نحن ضيوف على القناة، ودخلنا على القناة بضيوفنا من خلال برنامج الحالة دي اللي حيكون على مدى أيام العيد. وسعداء جدا بكل الحالات الأربعة اللي حتكون معانا. يمكن يا محمد زمان ونحن صغار أطفال، الغريبة في الوقت الراهن زي حكاية رمد العيون، زي اللي اختفى كده، وإن شاء الله يعني ربنا يحمي كل الناس من كل الأمراض. بس زمان كانت حاجة شائعة جدا حكاية الرمد اللي بلازمة الأطفال من سن مبكرة جدا، لدرجة أنه يمكن الثلاجات في البيوت أو حتى الأزيار وتحت الأزيار كانت لا تخلو من قطرة أو مس. ولذلك كل سوداني وهو طفل جرب إحساس حالتنا الليلة ولولا نسبة 10 أو 5 دقائق، باقى الإحساس ده مع الصباح لما العين ترفض بشكل أو آخر أنه ترى النور أو تفتح من خلال مرض الرمد اللي كان شائع جدا زي ما أنا ذكرته. الليلة أنا ذكرت الحاجة دي تمهيد لحالة اليوم. نحن سعداء والله جدا أنه نكون في حضرة المكفوفين، أو هم في حضرتنا نحن ونحن في حضرتهم. إن شاء الله نقدر نعبر بالحلقة ونقدم عيدية تناسب كل السادة المتابعين من المكفوفين قبل المبصرين. وربنا يعيننا يا محمد على أنه نقدر نقدم خدمة للمشاهد في العيد. طبعا يا محمد، يعني أمهاتنا زمان الواحد لما يعني يصطدم لي بحاجة بيقولوا له بيشوف القلب ما بشوف العين. ونحن حالاتنا الليله يعني هي حاله في النبوغ، يعني احنا ما نقدر نقول مكفوفين، لكن حاله في التميز وحاله في النبوغ وحاله في التفوق، وكلهم في مجاله. سعيدين جدا انه يكون معنا في حلقه اليوم الموسيقار عوض حمودي، وهو معروف طبعا للسودانيين عامه وحتى خارج السودان، يمكن ما يكون محتاج لبطاقه تعريفيه لانه حجز وجوده وتواجده دائما في الاعياد وحتى في غير الاعياد. عوض حمودي، اهلا وسهلا بك. التحيه لهذا الشعب الابي العظيم، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار الأطهار. وأنا سعيد جدا، مش عشان أنا في الحالة دي، أنا في الحالة ديك. تعرف أنا أقول لك كلام، إنه دائما قصة مناقشة العامة دي أنا بالنسبة لي تسعدني، لأنه في كثير من الحالات في السودان يعني لحد كبير الأسر يعني مش بتتعفف، نقول انه بتخجل منها. فلما يطرق هكذا موضوع يعني بتلك الطريقة انا بكون سعيد جدا، ولانه من خلال تجارب حياتية معاشة من خلال اصدقاء من خلال احباب قدروا يجدوا لنفسهم موطئ قدم في هذا السودان الجميل، نطرح نفسنا كتجارب حية عشان نحفز غيرنا وعشان نحفز الدولة وعشان نحفز الرعاية وعشان نحفز كل ذي همة إنه يقدر
يكون فاعل وينفعل بقضاياه ويقدر يكون مؤثر ومتأثر بمجتمعه. شكرا محمد عبد الماجد، شكرا محمد طيب، وأنا سعيد جدا جدا وسط أبنائي الأحباب الجميلين دول. أديك العافية أستاذ. معانا برضو الأستاذ المحاضر بجامعة الخرطوم كلية الاقتصاد الأستاذ أحمد عبد الرحمن النوراني. أهلا بك النوراني، ده طبعا تميز مختلف وحنناقشه إن شاء الله، لكن نرحب بك في البداية. الله يخليك، الله يبارك فيكم محمد عبد الماجد ومحمد الطيب، وشكرا لهذه الفرصة، ونتمنى إنه نقدر نقدم حاجة تكون ممتعة ومفيدة في نفس الوقت إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. ومعنا برضو الدكتور حسن صلاح الدين حسن، الدكتور أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة الخرطوم، وبرضو كتلة من النشاط ومن الحيوية ومن العمل الثوري، وكله حنناقشه الليلة في الحلقة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بالمحمدين وبقناة الشروق وبالجمهور السوداني، وكل عام أنتم بخير، وإن شاء الله نتمناه عيد سعيد وعيد يمسح يعني عن نفوسنا كثير من الجراحات والمآسي السابقة، ونستشرف من خلاله صباحات الحرية، ونتنسم عبيرة بإذن الله تعالى، ونكون يعني خفيفين يعني نهضم لكم يعني اللحمة كويس إن شاء الله. إن شاء الله حبابكم مرة ثانية. يمكن محمد القاسم المشترك زي ما تفضلت بين الضيوف الثلاثة، النبوق أو الموهبة والتفوق الظاهر ما بين العلم أو التدريس، وما بين عوض حمودي العزف على آلة العود، وهو برضو راجل صاحب صوت جميل جدا ينفع يكون فنان. مدخل هو فنان ونص وخمسة مش يعني زايد زايد في الفن أكثر. المدخل للحلقة يعني الإعاقة البصرية، هي يعني إحنا بنعرف إنه في ناس فقدت البصر لاحقا، يعني زي ما بقولوا بالدارج كده، ما طلعوا من بطون أمهاتهم، يعني شافوا حاجة في الدنيا، شافوا حاجة لحقوا يشوفوا حاجة بعد ذاك لاحقا، حدث أمر الله وفقدوا البصر. إذا علمه كبير زي ما أقول لما تفيه كبير. أنا ما عارف أنتوا الثلاثة مشتركين في القصة، ما لحقتوا تشوفوا حاجة ولا شفتوا حاجة؟ والله يا أخي يبدا الكبير زي ما قالوا. أنا ولدت كما تقول العرب أكمه، والأكمه هو الذي يولد دون أن يرى شيء. يعني أنا تولدت عميان، الدنيا دي بس شفتها بعرف فيها لونين، إذا غمضت عيوني بتخيل إنه ده السواد، وبشوف الإضاءة. يعني كشافتكم دي أنا عامل لي مشكلة لما مغمض، يعني والله أنا قالك ما بتشوف حاجة، أنا بشوف الضوء يا أحمد أبشر بالخير. يعني فهو فرق أو شتان، يعني يمكن التوافق مع الحالة يا حمدين حمدين يا توفيق نسيت يا حمد عبد الماجد، التوافق مع الحالة والتلاؤم معها بيكون أيسر لزول اللي تولد وهو كفيف، يعني كحالتي. يعني نمشي لأحمد. أحمد أظنك أنت لحد هسه بتشوف. أنا بشوف شوية لحد هسه، وكان أفضل من كده شوية. يعني الحد تانية متوسط ولا ثالثة بكتب، أغلبها بكتب لكن ما بقرأ بقرا. الشوف ده ما هو انت اتولدت وانت بتشوف. لا 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 انا اتولدت اصلا بحاجه، يعني لكن زي ما بقولوا نص كشافه. اي نص كشافه نص كوم احنا بنقول نص كوم طبعا. ف حتى كان بلبس الساعه الكاسيو زمان تذكروها الالكترونيه دي، كنت بشوفها. يعني ده يمكن الحاجه بتقدر تقيس القصه دي. يعني من المتوسط كده شويه نزل شويه، بس يعني بتحرك مثلا بكون حايم في السوق العربي بلاقي بتاع يعني في عربيه واقفه بزيح منها، لكن حد الا دهمه بتشوف، لكن حد الشارع ما بقطعته. وزي ما قالوا هو ال- 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 زي ما قال عوض، يعني التعود على ال- 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 يعني التوافق مع الحاله، انت لما تكون من بدري طبعا احسن كثير مما تجيك فجأة.
مع انه لما تجيك متاخر بيكون عندك انت خبرات ثانيه، لكن بيكون عندك خبرات بصريه كثيره، لكن التقبل تتخيل الحاجات لكن التقبل النفسي والتلاؤم مع الحاله الجديده بيكون صعب جدا، الا الشخصيه القويه يعني تقدر تتجاوز الحته. يعني في ناس كثار بنعرفهم جاتهم الحكايه دي كبار بيقعدوا في بيوتهم، ينزووا بيقعدوا في بيوتهم، يصلوا انزواء، بيكون صعب ما بالنسبه لهم. اي هو طبعا الحقيقة داير أقولها أنا، إحنا دايرين نبعد من الصورة النمطية اللي بيخطوها الناس عن المكفوفين. يعني الناس بيفتكروا، بس في ناس بيفتكروا إن المكفوف ده ما بيعرف أي حاجة، ما بيقدر يعمل أي حاجة، ما بيقدر، ولا بد من معاونته في أي شيء. كيف يعني؟ أنا مرة كنت في صراف آلي وطبعا قعدت أطالب بحقي إنه أنا المفروض ما أجيب في صفه، كان واحد قال لي انت يعني هسه انت صحيح عميان؟ ده ما حركات منك سهل، شايل لك عصايه قلت له كيف يعني؟ قلت له والله دي ما قال زول قبل كده، قول لي ما عندك حق ما بتاع، ده موضوع ثاني. فقال لي انت كان عميان جيت هنا كيف؟ فدي صوره. الصوره الثانيه برضه ما صح، انهم بيفتكروا انه المكوفين دي، الناس اللي شافونا في التلفزيون احنا الثلاثه خلاص بيفتكروا انه المكوفين كلهم يعني شطار ومتميزين، دي برضه بتعمل ضغط على يعني المكوفين دي في النهايه هم شريحه زي القبيله، زي قبيله الشاقيه، زي قبيله الجاريه، زي الدناقله، فيها الكده وفيهم كده وفيهم كده وفيهم كده. فدي دي الحاجه المفروض يعملوا بيها. احمد احنا هنجيك، معلش يا محمد انا طبعا انت تغولت، الزول اللي عمل فيهم مزيان الاعلامية انا يا اخوانا طاغية علي ما بتخليني يعني. ايوه حسن انت طبعا عاوز اقول الحاجة دي قبل ما حسن يقول المذيع والمخرج كمان قول عوض طبعا انا مدليه ب 5 مليون لانه داير احضره في قناة كانت شنو هي؟ سودانية 24 فداير احضر حلقته، قام جات الحلقه بتاعت بعد طوالي فاتني الزمن، حدثت الحلقه بتاعت طي عبد المجيد المسابقه، انت في المسابقه طوالي شيء تليفوني عوض انت الغرب بتاعت السودانيه دي وين حتتها؟ انا ماشي وصفت عليه يا صاحبي وقال لي انا لو خشيت المسابقه واتقدمت فيها عندك عندي 5 مليون حرمك اني اكله ما رجع لك. شاركتها في المسابقه وفزت، مشى لقدام، مشى خطوات كويسه، قبض لي شيك. دكتور حسن انت انا قريب لاحمد النوراني نوعا ما، اللي هو من ما اتولدت بشوف لكن بسيط، لكن برضه زي الشوف كان يعني افضل، يعني كنت في الاولى ابتدائي ثاني ابتدائي بقرب الكتاب خالص من العيون، او احيانا بجيب مكبر وبقدر اشوف بعض الحروف، العناوين الرئيسيه بتاعت الجرايد دي كان بتتقري لي. بعد شويه بقت العناوين التحته الاصغر شويه بونت اقل دي بقت ما بتتقري لي، زمان الاثنين بيتقروا لي. ثاني بعد شويه خلاص جرايد دي نسيناها، بقيت بقيس بحاجه غريبه، بقيس بكاس العالم اتذكر اللي هو كل 4 سنين مثلا 86 بتاع المكسيك ده تمام مارادونا. بقرب من الشاشه كده بشوف حاجات كثيره، جات 90 في حاجات بتجلي، في حاجات 94 دي اظن الا اللي عادل بالبطيء 2000 دي بوصفوا لي 2013 طبعا نحن ناس نادين نحن ضابطينهم بيشوفوا يعني يمكن اكثر من الناس اللي يعني عوض بسوق عجل عاد يمشي في الشوارع دي هو صغير وهو كبير الكلام ده ما في الخرطوم، لكن الكلام ده في الهلاليه لانه حافظها يعني زي ما بيقولوا زقاق زقاق، لكن اسي في الخرطوم دي لو مرقنا هنا في شارع عبد الله الطيب ده ونوصف اي حاجه نرديفك عادي ما عندي مشكله. طيب محمد نهى ده نزل يعني يمكن انتوا حسي في السين دي بعد الخبرات دي قادرين تتعاملوا مع كل وضع ومع كل يعني حاله، يعني ما عندكم اشكاليه، لكن نحن دايرين نلغي الضوء على يعني زمان. الكفيف لما يكون طفل يعني زمان. هل اسرته والمجتمع بيعاملوا المعامله الممكن تقودوا لينا الى طريق الصلاح كده، وانه ما يطلع مثلا عنده اشكاليه في حاجه او كده، ام في خلل الى الان؟ والله انت قلت ابلغ كلام، انه كيف نحن يكون عندنا معايير ثابته وسليمه في التعامل مع الحاله ذاتها، ودي بتنبع من الاسره. يعني انت اذا ربنا هيئ لك اسره مؤمنه دخلت حتى 100 خط،
انه هذا قدرك يا اسره، انه عندك طفل من اصحاب الهمم او طفل معاق ايا كان نوع الاعاقه. بعد ذاك كيف تهيئه المحيط اللي حوله في انه يتكيف مع الحاله بتاعته، المعينات اللي تتوفر له، منح الثقه في نفسه انه اي نعم انت عميان، لكن عميان بتقدر تشيل وتخط، بتقدر تمشي برجليك، بتقدر تحفظ الاماكن، يعني جوا بيتكم مفروض تكون حافظ اي ركن، تتحرك، تدقش، تعرف السراير دي مرصوصه كيف، الممرات ذاتها كيف. ده كله يعني ما بيتأتى لك الا اذا ربنا هيأ لك اسره مؤمنه ومدركة لحجم الشغلة ذاتها ودرجة التعامل معها كيف. يعني ما يقعد بهمتك انت. هل شرطي يا عوض يكون الأسرة متعلمة وعندها إدراك ثقافي؟ والله مؤمنة. يعني أنا كحالة، وأعوذ بالله من الأنا، كحالة أنا ولدت لأبوين ناس مساكين، يعني رقيق الحال، يعني أبوي مزارع خضروات، يعني زول بتاع خضروات، زول مسكين لم يلقى من العلم إلا قليل، يعني إلا الخلوة كده تعليم ما يجعله يصلي يعني. وأم كذلك أمية، لكن أنا ما وجدت من أبوي، أفتكر إنه كان أكبر معين لي. أول شيء كان رجل مؤمن عنده قناعة بأنه الزول ده عنده طاقات تانية غير قصة البصر دي، سمعه كويس، يمكن أن يدرب على الحفظ، يدرب على حفظ الأماكن، يدرب على أنه كيف يركب الحمار، كيف يمشي الساقية ذاتها يركبوا فيها، كيف يسوق التيران، كيف يتلب الجداول. ده كله علمني له أنا طفل. ده كان أثر بالغ جدا في بناء ثقة قوية جدا وشخص، يعني بناء الشخصية اللي انتم شايفينها قدامكم، المصادمة دي اللي قادرة تعارك على الشرس المشاغبة اللي قادرة، يعني قادرة نط الحيطة. ما كنت بتنط نط الحيطة؟ أنا كنت بجري في الحيطة، خليك الحيطة. أمي كانت زولة رؤوفة جدا يا حمد عبد المجيد، كانت بتخاف علي جدا. فأبوي كان بيقول لي يا أخي خليه يمشي يدقش مع تشوف عديل ويتشعبط في الكار ويطلع في العربات ويقع ويتدقش، خليه رفيق الله ما بيعدم رفيق، خليه يا أخي. وده كان له أثر بالغ جدا في الزول اللي شايفينه قدامكم ده. واضح زول الكلمنجي والحاجات يعني. طيب يا عوض، أستاذ نوراني وحسن، يمكن محمد سأل أنتوا أطفال وضحكم كان في الأسرة كيف، وقدروا شنو قدروا يشكلوكم، وعوض إنابة عنكم كحالة ورى قدروا شنو أبو ساهم في بناء شخصيته. الآن أنتوا الحمد لله آباء، كيف أطفالكم يتقبلوا فكرة أنكم أنتوا ما بتشوفوا وكانوا مصدقين المزألة دي، ولا بيفتكروا أنه الموضوع ممكن يكون استهبال؟ أسي قبل ما نخش على البرنامج أنا كنت بقول لهم في حاجة زي دي، نعم. دي أصعب، لأن أنت يعني مثلاً أنا تجربتي، يعني العائلة أصلاً الموضوع بتاع الكف البصر ده إحنا عندنا وراثة، وظهر في جيننا أصلاً. جداً الكبير ذاته كان مكفوف، اللي هو زمن التركية السابقة، ظهر في ولد واحد من اولاده. الجيل الثاني تقريبا ما كان فيه، وهاي الجيل الثالث، الجيل الرابع اللي هو جيلنا احنا ظهرت فيه. انتوا نسخه مطوره يعني. هسه حسن ده بالمناسبه ذاته قريبي من بعيد، شكله ذاته احنا انت ذاتك فتشنا يمكن تكون قريب. انا متخيل انه فعندي اولاد عمي اكبر مني. بعيدك انا ما قريبك. فعندي اولاد عمي اكبر مني، يعني فابوي التجربه بقت عليه، يعني ما اعرف، ابوي وامي الله يرحمها، ما اعرف زي يعني داري اقول شنو متوقعه او يعني عندهم خبره، مهيئين شافوا الاكبر مني يعني شويه. ف
كان التعامل سلس سلس جدا يعني ما فيه مشكله. وتعامل بعدين انا ما براي انا واخوي البعدي واختي احنا ثلاثه من اربعه ما شاء الله يا اخي اسمع خدتنا في الصوره كده عديل يعني كانوا بجودوك كانوا بخلوك تدقش براك بيعلموك الحاجات وبعد ذاك بيسيبوك ولا أي لا لا أي بيسيبوني عادي زي القصه بتاعت ابوك اللي قلت انت الله الطفل حسي كيف هي المهم الحاجه المهمه ان عشان تبني الشخصيه تكلفوا بحاجات يعني يرسلوك بس انت تجيب ليش ايوه ما عميان انت تجيب اي بطريقتك صرف دي الحاجه الكويسه يعني بتخليك بعد ذاك ايوه جاي لسؤالك يا محمد اطفالك كيف بتخليك بعد ذاك انت لما تكبر تتحمل مسؤوليه بيتك لما تتزوج وتجيب اولاد اهلا اولاد لكن الاولاد دي الحاجه الصعبه شويه طبعا ما بيقدروا يفهموا القصه دي ليه يعني بقول لي انت بابا يا اخي يا ريت لو كنت بتشوف كان عملت كده يا ريت الحاجة الظريفة اختم بها بعد ذاك ادي الفرصة لحسن دكتور حسن انه ولدي الكبير ما قادر يفهم الحاصل شنو حتى في الاول كان بيحاكيني حتى امه خافت علي قالت لي زول ده ما بشوف شو بيحاكيني متأثر بك يهبش الواطة كده بتاع المرات فالظريفة قام لما كبر شوية بقى يتكلم ما قادر يستوعب قام بقى يسأل انت يا بابا مالك انت يا بابا قال لي بتشوف غلط نعم في ناس بيشوفوا صح يعني حسن نحن دعنا ناخذ يعني حتى برضه في نطاق العمل يعني برضه ديك نطاق الاسره الاولى والاسره الثانيه أيوة. انت استطحب معاك النقطتين مع مجالك في العمل كويس بالنسبه للاسره الاولى انا عكس نوران يمكن الوحيد في الاسره كلها عندي الحكايه ده انا اصغر واحد في البيت فالأسرة الكويس إنهم لحد تقريبا أنا ما وصلت زي ما قلت كنت بشوف كده وكده لحد ما وصلت تقريبا تانية ابتدائي هم أصلا ما عارفين إنه أنا ما بشوف يعني كنت غاشي عادية كنت غاشي حتى الأساتذة في المدرسة بجي بحفظ القطعة المفروض اقراها قراءه بحفظها فبعمل فيها بقرة يا سلام اي فما في زول كان شنو ناقش الموضوع اي فدي اصلا خلتهم انه طبيعي بيتعاملوا معي طبيعي زي اي زول طبيعي مرات بس بيقولوا اروش شويه ما مركز كده يعني لكن بعد ما اكتشفوا الموضوع كان التعامل برضه سلس وسهل ما غيروا حاجه في تعاملنا القديم الا الاهتمام بمحاوله العلاج يعني سافرنا كم حته للعلاج وكده وكده وبعد ذاك البحث عن مكان للدراسه كان محد النور من هنا بنحيي محد النور وكل الاستاف في محد النور قدم لنا خير كثير وخدمات كبيره جدا فشقينا طريقنا الحمد لله ولذاتك جينا للاسره الصغيره الاولاد انا اولادي يعني لسه صغار ياس تقريبا 5 سنين سما 3 سنين فياس يا دوب كده لو فتره بدا يعني يسال كثير يعني انه انت في مشكله انت ما شايف طيب انت امشي جيب نظارات جيب مكبر جيب مجهر اعمل عمليه انا قاعد يقول اعمل عمليه انت شايف الحاجه دي ولا لا عايز يعرف ذاته ولا لا 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 انا بشوف شنو ما بشوف شنو لسه يعني في طور الاستكشاف سما رغم انها صغيره لكن برضو يمكن لانها منتبهه برضو لاخوها فبتجي تفتح عيني كده بيدها يعني يا بابا انت تشوف كده افتح كده كده افتح مرات يقول لي انت كسول يعني انه انا كسلان ما عايز ده حقيقه بحاول افهمهم طبعا فشنو بفهمهم شويه بالتدريج افتكر حسب السن يعني يمكن بعد شويه استوعبها بصوره افضل شويه طبعا استاذ عوض اظن اولاده ما شاء الله كبار قال قدرنا عجيب عبر المراحل دي كلها ممكن طيب عوض لكن قبال ما نجري الاولاد الكبار وقبل ما نسمع حاجة من عوض حمودي نطلع فاصل ونعود مرة أخرى
عدنا مرة أخرى برنامج الحالة دي، ونحن سعيدين جدا يعني بتجارب ودروس نحن بنتعلم منها خلي الآخرين. عوض حمود، أنت قبل كنت بتتكلم عن أولادك الكبار وعندك علاقة بتاع الصحبة وصداقة معاهم وعلاقة جميلة، يعني أنا بلاحظها في كثير لزياراتي لك. وطبعا يا محمد هي العلاقة بتبتدي أول ما أولادك يكتشفوا إنك أنت عندك حالة محددة ويجب التعامل معها أو التعاطي معها بشكل من الأشكال. وده طبعا يعني ما بيتأتى إلا بعد تفهم الحالة، يعني زي ما قال دكتور حسن إنه الولد يبتدي يكبر يشوفك أنت متحرك في البيت، قدامك ترابيزة دقشتة، مش عارف مشيت يمين دقشتة كده، فبيبتدي يكتشف انه فعلا ابوه ده على 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 شاكلة ناس محددين او عنده حاجة يفترض التعامل معها. فيبتدي يسأل يعني عن ماهية الحالة وانه ليه يعني، فبتبتدي تقنعه انه والله دي خلقة ربنا وانه قدرك انك انت ابوك هو له انه يكون على هذا المنوال، يعني انه زول كفيف وكف البصر. ده تبتدي تشرح بعد ذاك انت، وتدريجيا الحاجه بيحصل تفهمه، يعني الحاله بيحصل تفهمه. بعد ذاك بيبتدوا يتعاملوا معك برفق. وانا حقيقه بكون غليظ معاهم في الحته دي على اساس انه يتعاملوا معي، خلوني ادقش، خلوني، ولكن عاونوني في حته انه انا اواكب حالتي دي يعني. نعم، يعني يسروا لي قصه، خذ رسوا لي الحاجات صح، يعني مثلا الترابيزه الفلانيه خدتها في الحته الفلانيه، يجي منه ما يغيروا حاجه، هاي ما يعني ما تعسروا علي الحاجات، ما متاريس، هاي ما يخدوا لي متاريس، والمتاريس ان شاء الله ما تتخطى في وش الشعب السوداني، ان شاء الله الحياه كلها تكون ميسره. يمكن اجابتك بتقودني لسؤال، نحن كلنا على قناعة تامة إنه الشعب السوداني ده هو ممكن يكون عين ثالثة لكله كفيف، وبارعين جدا وكريمين جدا فيما يتعلق بمساعدة المعاقين بشكل عام والكفيف بشكل خاص. لكن طالما نحن في مجتمع مفتوح قطع شك لكل قاعدة شواذ، يعني حكاية استعمى الكفيف من بعض ضعاف النفوس يعني. نعم. يعني القطيعة لحظة القطيعة والنميمة ما على شرط تكون باللسان، ممكن تكون بالإشارة يعني. طبعا. حكاية إنك أنت تكون قاعد وسط مبصرين، وخاصة في وسط فني، سؤال مشترك، لكن الظاهرة دي ممكن تكون أعلى في الوسط الفني. قدر شنو المسألة دي مؤذية يعني، ناس تقطع أنت موجود؟ والله أنا شوف، أنا تحديدا أنا عوض حمودي ده حصلت لي غير ما مرة، ولكن أقول لك كلام شفت، لو لهنيها انا اكتشفت انك انت بتستعماني بسقطك من حساباتي والى الابد. تسقط بس لانه تسقط بس، شفت زول يا عوض. عوض بمناسبه يا دكتور، بمناسبه تسقط بس دي احنا دايرين نسمع حاجه ثوريه، اي حنغني، لكن يا محمد ما نتجاوز النقطه دي لانه بجد بس اديني يعني شفت الاستعماق، اي الاستعماق ده يعني مؤلمة، انكر وجودك. المشكله فيه هو طبعا، المشكله فيه اديني بس حاجه، فيه هو اكيد فيه، ادوني فرصه صغيره جدا. هو استعماك بالاشاره دي هي كثير، ممكن يكون ما جاب خبره. الغريبه انه الشعب ناس كتار في السودان، الشعب السوداني ده ما عارف ليه بفتكرك ما بتسمع، بفتكرك ما بتسمع موجود كانوا في عظامك الاشاره خليها مسألة مؤلمة والله. والله شوف، أنا هي 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 رسالة يا محمد نقولها لكل الناس، إنه أنت ما تستخف بأضعف الناس أيا كانت يعني قدرتك، ما تستخف. أفضل أفضل رد يا عوض نسمع حاجة. جدا جدا. الغنى طبعا يا أخواننا هو مسهم وملهم في حياة كل الناس، يعني كافة أنشطتنا دي إذا بقت ما فيها غنى ما بكون في تحفيز لها. والراحل المقيم محمد وردي أبرع وأجزل من غنى لهذا الوطن. أنا والله ما دعيت للغنى، ما قاعد أغني كثير يعني، أو ما ميال للحتة دي، لكن
لما يكون في حق الوطن والزول داري يغني ما يغني لي محمد وردي. والدنيا عيد. والتحية والتجيل لمبارك بشير. نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني، لقاء الأوفياء قد تنادينا صاحبي
وجه الظلم لا 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 نحن أبناؤك في الفرح الجميل نحن أبناؤك في الحزن النبيل ونغني لك يا كما غنى الخليل ونغني لك يا وطني كما غنى الخليل مثلما غنت مهيرة تلهب الفرسان جيلا بعد جيل ونغني لحريق المك في قلب التخيل للجسارة حين واستشهد في مدفعه عبد الفضيل هذا الصوت الغوي ما كان إلا أن يغني للوطن وما كان إلا أن يغني لوردي وغنيت كما غنى الخليل يا عوض حمود الله يخليك يا حبيب والتحية يا أخي والتجلة للجميل البروف مبارك بشير والمعايدة أخلصوا أميات خيرة للأحباب أبناء حبيبي وردي طيب حسن نحن دعنا ننتقل أحمد طيب للزمن بضايقنا لملف ثاني كان عندكم وجود في الحراك الثوري ويمكن يكون قطاعكم كان مظلوم رغم انه نحن بنحيي من هنا جامعه الخرطوم انتم اساتذه فيها بالمناسبه دكتور حسن كان ضمن ال 15 الاوائل في الشهاده السودانيه الاستاذ النوراني كان الثالث الشهاده السودانيه وانتم بالحقيقه كده صعبتوا الحكايه مش للفاقدين البصر بس انما حتى للمبصرين لانه تميزكم و نجاحكم سواء كان حتى عوض حمودي في مجاله الفني يعتبر الاشهر على نطاق ال 20 سنه الماضيه في العود يعني. انا سواء اكاديميين انا ما كنت داق الدرجات دي حقيقه تعرف يعني اشتغلت معلم وجلبقت في الدنيا دي في عطبر عارف فدكتور حسن الوضع الان قبل الثوره وبعد الثوره تطلعاتكم وطموحاتكم وحقوقكم اللي عاوزين يعني تشيلوها او تقلعوها زي ما قلع الشعب السوداني الكثير من حاجاته يعني. أولاً إحقاقاً للحق أستاذ عوض لما أنا دخلت المعهد هو كان سينير يعني كبير وكان من الناس الملهمين اللي أنا ذاته في الطريق الأكاديمي كان مميز جداً والله الله يخليك ما تقولوا زو العود بس يعني شكراً جزيلاً بالنسبة لقبل الثورة وبعد الثورة قبل الثورة زي ما قلت قلع يعني نحن كنا بنجابد بنلاقي صعوبات بنصر بنتكتل في شكل رابطة جمعيات نضغط نحاول رأي عام المهم عشان نلقى حقكم حقنا ونلقى جزء من حقنا يعني وبدو لنا بيكون عندهم إحساس إنه منا زي المنا كده كرموا أو هاي شفقة وإنه هم يعني هم قدموا شيء عظيم إنه أدوك الحاجة دي اللي عايزينه بعد الثورة إنه يكون الناس أول شيء تعرف كل زول يعرف حقه إنه لا ذوي الإعاقة والمكفوفين وغيرهم عندهم حقوق منصوص عليها دوليا عالميا السودان ذاته موقع على الاتفاقيات دي ومصادق عليها في اتفاقيات انا ما عارف الحته في الدستور الجديد في اشاره خفيفه شايف لكن ما في تركيز عليها في اتفاقيات يعني خاصه الدستور ده حسب ما حنسويه نحن حنخطه عليكم ان شاء الله بشر ولا تسقط ثاني رابع فدايرين انه الزول اصلا ما يعني يكون حقه بيجيبه بسهوله بيسر
الناس فاهمه انه دي حقوق ما 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 ما, ما عطاء، انه هي الحقوق دي نفسها عندها فلسفه مرتكزه عليها. يعني مثلا عرفت انه في البلاد امريكا وغيره ربو، اذا في واحد كفيف وواحد مبصر يتقدموا لوظيفه واحده، هم مؤهلاتهم قريبه لبعض متساويه، طوالي من حقوقه يعني بالقانون انه بياخذوا الكفيف اول اللي هو التمييز الايجابي. التمييز الايجابي مش نوع من الدلع او كده ليه او حنيه عليه او كده، هم مقتنعين تماما انه ما دام ده مكفوف ويصل لنفس المستوى بتاع المبصر مؤهل واحد، اذا يعني هو عنده قدرات اعلى صحيح. لانه تخطى عقبات اكثر، العقبات صنعت عنده قدرات على مواجهه المخاطر والتاقلم مع اي كده، فحيفيد في الشغل اكثر. افتكر من التجارب الكويسه جربها أسامة داود في 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 الشركات حقته، شغل الصم كان في الاول شغله لاسباب خاصه، بعد شويه لاحظ انه الانتاجيه زادت في ايجابيه ما في ونسه فبقى بيهتم بالفئه دي خالص. فهو يعني عمليا حتلقى انك انت عملك نفسه نجح، والسياسيين بالمناسبه المفروض يدخلونا معاهم يعني برضه المفروض يكون عندهم نصيب وزاره على الاقل، المفروض يكون عندهم تمثيل في المجلس التشريعي يعني ايوه. النوراني انت برضه يعني عندك نبوغ وفي مجال يعني يختص بالرياضيات والارقام، يمكن النبوغ بتاع عدم الما مبصرين في اللغه وفي الصوت طبيعيا او فطريا بيكون عندهم علاقه جيده مع الصوت ومع ايوه، لكن انت في 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 ارقام ومعادلات ومحاضر في قسم صعب جدا يعني، وبرضه وجدت معاناه في انك تحضر للدكتوراه وعندك رؤيه معينه وعندك يعني خطه ماشي بيها، فعقباتك كانت شنو وحاسس بتحلم بشنو؟ طيب والله انا اول عقبه انا في الكليه يعني زي ما قال العوض قبيل وأعوذ بالله من كلمتنا، كنت الأول في الخمسة سنين. أنا تخيلت إنه ما أتخرج على نطاق كلية جامعة الخرطوم. أي تخيلت لما أتخرج حتعين في الجسم، وأنا طوالي وأنا رسوافك لا مفروض حتعين في الجسم للتميز، ما في تعيين للتميز حتى لو ما في وظيفة. اتفاجأت من ناس القسم الاقتصاد في الكلية رافض تعييني. انا هسه اذا صح المعلومه انا ما شغال في كليه الاقتصاد، شغال في الدراسات الاجتماعيه. بعد ضغط زي ما قال حسن وجوطة والجرايد والبتاع، طبعا كان في منشد عريض طلع في جريده مره ثالثه، الشهاده السودانيه مهدد بالعطاله ده انت لا ايوه. فالمدير عيني تعيين استثنائي، الحصل انه ناس الكليه مشوا لمعهد الدراسات والبحوث الاجتماعيه، ومشكور دكتور مصطفى بابكر مدير المعهد قبل انه يعيني عنده، هو كان مركز تابع للكليه بعد ذاك بقى معهد منفصل. لكن افتكر الحته دي شويه كده ضرتني، يعني انا لو كنت في الكليه التدرج الطبيعي بعد ما عمل الماجستير حاقوم امسك مواد وحادرس وكده، المعهد اللي انا فيه هو معهد بتاع دراسات عليا بالقانون، واحنا نحترم القانون ومقبلين على دوله قانون ان شاء الله، بالقانون في الدراسه انت الدراسات العليا ما بتدرسها الا يكون عندك تكون بي اتش دي هولدر يعني عندك دكتوره. فده خلاني اتعطل يعني، جيت بس مفرغ انه اعمل ماجستير، مفرغ انه اعمل الدكتوره لحد ما انتهي منها حتى ابدا امارس عمل يعني بشكل واضح، بشتغل مهام اداريه شويه بشتغل، لكن التدريس لا ما 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 بشتغل. فدي شويه تعليل وكاشر يا احمد والله تعملوا بشنو انه انت زول خريج في اونر وليه ما يعينوا حاجات غريبه جدا، حيصحح كيف حيعمل كيف، طيب انتوا بتقولوا غير كيف ذاته جاكم هنا كيف ذاته بالضبط دي المشكله، الوسيله الجربيه دي بيعرف يصحح الصوره النمطيه اللي قلت لك بخطوها عن المكفوف دي، انت قبل قلت الناس البسيطين الاسر البسيطه اللي ما بتكون، ما هو دي المشكله، القلم في البلد دي او عموما القلم ما بزي البلد على مستوى الدوله والمؤسسات للاسف احنا راجعين لورا في اي حاجه يعني. انت عارف انت عارف يا محمد احمد عبد الماجد احنا وكيتنا اللي كنا اعضاء في يعني في النقابه بتاعت المكفوفين
كنا بنمشي نلاقي المسؤولين بيكون في قرارات صادره بحقنا حبيسة ادراج. انا كنت نقابي يوم ما يعني اشتغلت بالشغله دي، فبنناقشهم يا اخواننا، يا اخواننا انتوا ليه القرارات دي اللي بيمنعها انها تكون في حيز الانفاس شنو؟ يقول لك يا اخي المكفوفين ما قاعدين. اقول لهم يا اخواننا ناس هذا يجي قدامكم هذا حي وماشي على رجلين وبجي بناكب في حقوقي، انتوا ادوني حقوقي لو ما كنت زول فاعل في مجتمعي ده اغلقوه مني. صح، هي المشكله قرارات بتكون موجوده وفي سيمينارات وفي مؤتمرات في مؤتمرات كثيره جدا وعلى روز الاشهاد في الدوله وفي كذا. نعم، هسه زي ما قال حسن، يعني حسن بيتكلم انه السودان موقع الاتفاقيه من 2007 ولا مصادق عليها اتفاقيه الاشخاص ذوي الاعاقه. المشكله ما في القوانين، المشكله في تطبيقها. القوانين في طيب لو احنا رايحين لورا يعني مثلا وصلنا للختام. طيب عوض المفروض يغني. طيب انا يعني سؤال مشترك وبعده عوض يغني، يعني اجابتك يا عوض على السؤال تكون اغنيه ما توريني الاجابه. اي زول من الكفيفين قطع شك في مخيلته في قلبه يعني بيتمنى لو فتح يشوف زول معين. شخصيا عوض انا ما عارف انت لو ربنا عرض لك فتحت دار تشوف يا تو فنان ما توريني الا بالغنى، غني اللي انت دار تشوفه. والله يا اخي تبقى قصتك كبيره لانه انا ما دار افتح ساعتي. دكتور حسن انت؟ لو قدر لك قدر لي انه اشوف انا طبعا بشوف شويه. نعم، يعني بقرب كده بشوف الطشاش في بلدي. آيه. لو شفته كامل لو شفته كامل طبعا ببدا بالاسره الصغيره دلوقتي اللي هو زوجتي. نحييها من هنا ونقول لها كل سنه وانت طيبه. واولادي، وكان طبعا نفسي اشوف الوالدين برضو لكن الله ربي يرحمهم ويغفر لهم توفوا، والاخوان والاهل، يعني تبدا باهلك الاقربين. نعم، هاي وبعد ذلك الاصدقاء. لكن الحقيقه انه انت بتكون مشكل لكل زول صوره داخليه مرتبطه باحساسك به. افتكر حتى لو شفت ملامحه التفصيليه احساسك به هو بيفضل هو الراسم صورته في دواخلك يعني. ايوه نعم. نوراني والله يا اخي. انا ابدا بالكلام اللي انتهى به حسن، ما انت الشوف ده مع وسيله، بغض النظر عن الوسيله انت زي ما قال الصوره الخياليه اهم. يعني ما عارف يمكن احنا عشان ما بنشوف ولا ما شايفين اهميه لقيت. خلاص ما انت وصلت لي صوره معينه تدعم الصوره دي عملك ساتسفاكشن، هاي خلاص مشبعك كده انك انت متخيل الزول ده كده وليه. لكن انا بس داير اقول حاجه اخيره انه حيث الحقوق، ولان احنا المشكله للاسف راجعين لورا. يعني هسه حسن قال جا قرا في المعهد شكرا من هنا. يعني حي السودان فيه معهد النور من سنه 60، مدرسه واحده. تخيل محمد عبد المجيد مدرسه واحده بس كويسه كويسه، لكن ابو ظبي ما كان فيها. انت قعدت في الامارات في الاول صح؟ ما كان فيها ابدا. ما انا وحسن كنا في الامارات. نعم، ما قرينا برايل من الاول، ما قرينا مدارس خاصه لانه ما في بلد في سنه 2000، واحنا من سنه 60 عندنا مدرسه واحده لليله حقت الحكومه. لكن ده برضه سريع ما بيعفيك تشوف منو تحديدا اسما يا نوران. مصير. انا ما ادرك الكرام حسن نفسه، لكن اكثر واحد يمكن بنتي الصغيره. الله يديها العافيه. نحن طيب نحن نشكر محمد طيب، نشكر عوض حمودي، ونشكر الاستاذ احمد عبد الرحمن النوراني والدكتور في وجود في اجواء ماطره جدا يعني، وتكبدتوا المشاعر عشان تكونوا موجودين والدنيا عيد. نحن نشكر قناة الشروق والمشاهدين، ونختم بعوض حيغني للفنان اللي هو عايز يشوفه. والله كل الناس بخير ان شاء الله، والبلد بخير. البلد يعني يعودنا العيد، داري اقول العود. يعودنا العيد، وان شاء الله البلد بخير يا ابو حميد. وكثير من الابواب المؤصدة فتحت، وانا لو تكلمت ما حجيف، لكن ان شاء الله ان شاء الله السودان بخير يعني. تفضل. احترامي إليك من صميم قلبي غير ما
أشعر أتفانى عليك والدليل حبي تسمح تنظر شوف دموع عيني سايلة في خدي شوف دموع عيني سايلة في خدي من لهيب الشوق برضو ما في خلاص هكذا يا بالي مجزل إخلاص أوتار
تندهش أفكار والعقول تحتار يا جميل يا ما في الجمال أسحار.